توقع الخبراء السياحيون أن تحقق دول الخليج ارتفاعاً في العائد السياحي هذا العام، وتوقع الخبير السياحي محمد اليحيائي أن تسجل السلطنة ارتفاعاً بنسبة تفوق 11% مقارنة بالعام الفائت. الشرطة تقول بأن هناك انسيابية في حركة المرور في الطريق القادم من عبري ونزوى عبر تقاطع بلدة السليف، وذلك بعد ردم الحفرة التي ترجع أسبابها إلى انفجار أنبوب ماء. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تختتم برنامج صيفنا مميز بمحافظة مسقط، الذي جاء بهدف غرس القيم والمبادئ الإسلامية وتوثيق علاقة الطالبات بالوطن. البرلمان اليوناني يوافق على شروط حزمة المساعدات المالية الثالثة بعد مشاورات طويلة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحزمة إلى تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية في البلاد. أزاحت شركة سامسونج إلكترونيكس الستار عن جهازين جديدين بشاشتين كبيرتين في الولايات المتحدة في محاولة لتعويض تراجع الإيرادات من وحدة إنتاج الهواتف.